فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد اخوتي الكرام، نحن على موعد مع كتاب شرح اصول الايمان، نعم، وكتاب الفروق الدلاليه. اعتذر ان تاخرت عليكم، واسال الله جل وعلا ان يجعل ذلك في موازين حسناتكم. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: من يهدم الإسلام؟ نعوذ بالله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم مكن لأهل الدين وأنت أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم مكن لأهل الدين يا رب العالمين. أرجو من المشرفين أن يكونوا فعلوا ما قلت لهم في الظهر. ممكن يبعثوا لي رسالة الآن أعرف أنهم فعلوا ذلك أم لا، لو سمحتم. حفظكم الله، حفظكم الله جميعا. عن زياد بن حديث قال لي رسول الله، قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: هل تعرف من يهدم الاسلام؟ نسال الله في عليا ان يمكن لاهل الدين يا رب العالمين. احبك الله نبي، نسال الله ان يمكن اهل الدين. اللهم امين يا رب العالمين. نسال الله جل وعلا ان يرفع رايه المسلمين ونكتب لهم التمكين. اللهم امين يا رب العالمين. من يهدم الاسلام؟ وعن زياد بن حضير، وهذه رواية الدارمي وتسامح في الإسناد في هذا الباب، أخرج الدارمي في سننه، قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو السند صحيح. عن زياد بن حضير قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال: قلت لا. قال: يهدمه زلة العالم. يا ربي يا ربي، أهو نحن ما نحن فيه الآن، أهو يعني ممكن يهدم الإسلام بكلمة فضيلة الشيخ العلامة، يهدم الإسلام بسبب زلله وخطأه الذي أخطأ فيه. من سكت عنه فهو خائن، ومن سكت عن هذا الزلل فهو خائن. وهو الأخ اللي فجر المشكلة دي، وده قال لي: طب الدد العالم الكبير بيقول بذلك. كان لازم أخطئه وبين له أنه أخطأ في هذه المسألة وجهلها، ما فيها شيء. الله أكبر، رضي الله عنك يا شيخ رؤي. ما أدري ما أقول لك، أنت قلم السيال هذا يجعلني أنصهر، والله بنصهر. اللهم صل على محمد الذي قد ثرنا بشفائه فهو اللطيف المنن. الحمد لله وشكر لله. رضي الله عنك رضي الله عنك يا رب، يا رب ثبتنا على الحق واجعل ذلك اخلاص الوجه لله الكريم. فما كان له دام اتصل، وما كان غير الله انقطع وانفصل. شوف هنا قال: يهدم الاسلام. عمر بن الخطاب يقول، فانظروا انظروا اخوتي الكرام على خطوره ما نحن فيه، لتعلموا انني ما قصرت ابدا في البيان في هذا الباب. طيب، فقال عمر: يهدم الإسلام زلة العالم، وجدال المنافق بالكتاب، وحكم الأئمة المضلين. الفوائد المستنبطة: قول الصاحب حجة، لا سيما عمر بن الخطاب قال قال قال, قال ال النبي صلى الله عليه وسلم عليك قال اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر، يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. العالم لا تهدر مكانته، بل تقدر وتبجل ويعلم حقه وقدره، ويعلم حقه وقدره، ويجب تفنيد الزلل الذي وقع فيه، ويجب تفنيد الزلل الذي وقع فيه من أجل ألا يعني ينجرف إليه الشباب ويأخذون بقوله. هناك علاقة وثيقة بين المنافقين وأئمة الضلال، هناك علاقة وثيقة بين المنافقين وأئمة الضلال، تجدهم يتفقان لا يفترقان، يتحدان يتآلفان يتلازمان. أهل النفاق وأئمة الضلال بينهما تعاقد وثيق لا يترك أبدا، لكنهم لن يصلوا إلى ما يصبون إليه، لأن الله جل وعلا بالمرصاد، والمنافق يؤتى بنقيض قصده. ولشيخنا
بنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.